يا مرحبا بكل شخص عم يحضر برنامج بلا فيزا عبر قناة سما الفضائية. بكل حلقة عم نتعرف على أهم العادات والتقاليد للدول العربية والإسلامية بالشهر الكريم، وبحلقة اليوم رايحين على جنوب شرق آسيا، على رابع أكبر بلد بعدد السكان وتاني بلد بتنوع الحيوي بالعالم، وبيتألف من 17508 جزيرة. عرفتوا لوين رايحين؟ رايحين على إندونيسيا لنعرف أهم العادات والتقاليد بالشهر الكريم. جاهزين؟ يلا ننطلق. يتميز شهر رمضان الكريم بإندونيسيا عن باقي بلدان العالم الإسلامي بتغيير نمط معيشة المسلمين خلال الشهر الكريم، وبيصير شغلهم الأساسي على طول الشهر هو العبادة وتلاوة القرآن والإكثار من زيارة المساجد. بيهتم الإندونيسيين بتزيين منازلهم وكمان بزينوا الشوارع بزينة رمضان من أضوية ولافتات، وبيهتموا بنظافة المساجد بشكل خاص. وغالبية الأندونيسيين بيحبوا يؤدوا صلاة التراويح بكل مساجد الأرخبيل الأندونيسي، وخاصة مسجد الاستقلال بجاكرتا أكبر مساجد إندونيسيا ومنطقة جنوب شرق آسيا. إذا زرت إندونيسيا بشهر رمضان الكريم رح تشوف المقاهي والمطاعم مسكرة بفترة الصيام، وهي العادة من الطقوس الأساسية بالشهر الكريم. المائدة الأندونيسية الرمضانية إلى طابع خاص، بيبدأ إفطار الصائمين على التمر أو الشراب، ويعتبر الرز الطبق الرئيسي بإندونيسيا، ويؤكل مسلوق أو مقلي، والإندونيسيين بيطهوا أكلهم بحليب جوز الهند والزيت، وأحيانا بيقدموه مغلف بورق جوز الهند أو الموز، ويمكن تقديم الرز مع اللحم أو السمك أو الخضار أو مطعم بالتوابل الحارة. أما اللحم اللي بيتناوله الأندونيسيين هو لحم البقر والجاج والجاموس المائي. من طقوس الشهر الكريم بإندونيسيا عادة المسحراتي، ولهلأ موجودة لكن إلى اسم مختلف واسمها البدوق. العادات والتقاليد الرمضانية بإندونيسيا قاسية شوي، وغالبية المطاعم والمقاهي بتكون مسكرة طيلة شهر رمضان بوقت الصيام، حتى النوادي الليلية بتكون مسكرة، وبيعتبروا هالإجراء كنوع من تقدير واحترام للشهر الفضيل. كمان بتحرص المعاهد الدينية على تقديم الدروس والبرامج الدينية المناسبة للشباب لتوعيتهم بعظمة الشهر الكريم. ومن العادات المحببة للأسر الأندونيسية زيارة أحد ملاجئ الأيتام والإفطار معهم، إضافة لتبادل الهدايا بين بعض، وكمان بيحرصوا على المشاركة بإعداد موائد الإفطار المجانية بالمساجد. كمان بيزوروا الأندونيسيين المقابر وبيوضعوا الورد والرياحين خلال شهر رمضان الكريم. كل بلد بيتميز بعادة، وممكن تكون نفس العادة لكن بغير اسم. بإندونيسيا في عادة اسمها مودك. شو هي العادة؟ هلا صار وقت نسأل الناس عنها، فيلا. مرحبا. في عادة بإحدى الدول الإسلامية اسمها مودك، تعرفي بأي دولة إسلامية؟ لا والله أبدا. لا والله ما من سوء الحظ. لا لا والله ما بعرف. مودك 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 بالخليج. دولة إسلامية. كازاخستان. لا. دول إسلامية. دولة إسلامية. ماليزيا. يعني قريبة. قربها أنت خلاص. في عادة بإحدى الدول الإسلامية اسمها مودك، تعرفي بأي دولة إسلامية موجودة؟ لا والله لا والله. طيب أعطيكي دقيقة افتحها لي على جوجل. على جوجل يلا. دقيقة دقيقة نرجع نعمل له سيرش من اول وجديد. ما بنطلع شيء. شو اسمها؟ مودك. تركيا. اندونيسيا. برافو اندونيسيا. باندونيسيا هي باخر 10 ايام من شهر رمضان بيجوا المغتربين تا يحتفلوا بهيدي الايام مع بعض. بتصور باندونيسيا او نواحيها هيك شيء. ايه شو هي هي؟ بالصدفة قريتها من فترة على الفيس كانت نازلة، انه مثل العادات عنا بيجتمعوا كل يعني الاهل مع بعضهم بيسافروا بيحتفلوا بيعزموا بعض هيك شيء. مودك حدث سنوي باندونيسيا، وبصير مرة واحدة بالسنة وتحديدا باخر ايام الشهر الفضيل، وبيعني عودة غالبية الاندونيسيين لبلدهم او لقراهم للاحتفال مع الاهل والاقارب بعيد الفطر. حلقة بلا فيزا لليوم خلصت، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة عبر قناة سما الفضائية.